سيمانيس كل مرحبا بكم في حلقه جديده من ملا شيف. اليوم مانيش ماشيين لبعيد باش نهزكم لفرنسا ان منو فرونسي مع شيف بليل وشيف نبيل. دونك قبل ما نمشيو نشوفوا واش عندنا في المنيو نتاع اليوم، خليني نفكركم اللي تنجموا انتم زاده كيفنا نحن في بلاتو ملا شيف تعديوا القضيه من عند ياسر اكسبريس، دونك لابليكاسيون نتاع ياسر اكسبريس اللي تنجم تخليكم تستمتعوا بدي برومو جمعه كامله، عندهم احسن اسوام في تونس اي سورتو القضيه تجيكم في اقل من نص ساعه. دونك ادخلوا تيليشارجيو لابليكاسيون وتنجموا انتم زاده تجيكم القضيه في اقل من نص ساعه. خليكم توا تو سويت مع الفتاير. من اليوم ما عادش تحير في قضية الدار، كماندي كل ما يلزمك من تليفونك وياسر اكسبريس تربحك في الوقت وتوصل لك الكوموند ليديك من غير شقا وتعب. تمتع بأحسن الأسوام في تونس على لي برودوي الكل مع دي برومو على طول الجمعة، وهذا الكل يوصلك في أقل من نص ساعة. سيرفيس هذا باش يكون موجود في اللونسمون في البانديو نور، المنزه، المنارات وعلى قريب في برشا بلايص أخرين. ملا تيليشارجي لابليكاسيون كماندي قضية دارك بسامبل كليك وخلي ليفريزون على ياسر اكسبريس. ما ننساوش زاده اللي ستان ليفر اللي خدمنا عندهم البلاتو نتاعنا السنه، تلقاو عندهم توسكي كوجينات دي موبل دي اكسسوار. ستان ليفر اللي عندهم وي شوروم موجودين على تونس الكل، تلقاهم موجودين في النصر في المنزه 5 في المنيهله في المرسى زاده كيف كيف، وتنجموا زاده تلقاوهم في سوسه صفاقس حمامات وجربه. نمشيو مع بعضنا ديريكتومون مع الشيف نشوفوا شنو عندنا في المنيو. شيف شنو عندنا اليوم في المنيو؟ عندنا سلاد دو شيفريت بفهم مش حطوا فيها شويه بات على البيدور، وعندنا سوب دو لونتي على فرونسيز، اي حتى هو منيو فرونسي اليوم. وعندنا كويس دو دانت روتي نحطوها في الفوق معناها. نجموا معنا عملوا معاها دي ليجوم على فابور، ليجوم سوتي ولا دي ليجوم جري، ومعهم تخوفات دو بوم دو تيغ اللي هي غراتان. تخوفات هكا؟ مي بطريقة أخرى، معناتها غراتان نتاع بطاطا نجم معناتها ديريكت بطاطا ناية ونعملوها معناتها أمي الفو وكل فروماج وشوية بيشاميل ولا اللي هو. مي احنا اليوم باش نعملوا العكس، البطاطا باش نسوطيوها بشوية زبدة وشوية بصل، نحمروها دوبلاش ومن بعد نزيدوها الفروماج والكريم فريش ونحطوها في الفوق زادة كيف كيف. به دونك هذا المنيو نتاعنا لليوم. باش نستحقوا من عند ليبيدور بابيون مقرونه، شنو هذا يا شيف؟ هذه السلاد كروفيت و دونك سلاد دو بات معناها باش تجي بشفرت. به من عند سيكام عندنا الهريسه زاده كيف كيف، عندنا الدوبل كونسونتري دو توماط، من عند جديده عندنا الويل فيجيتال، عندنا صوص الجيريان كيف كيف. ما نساوش لي برودوي اللي لا ديما حاضرين معنا، دونك عندنا هوني لي ماكسي لو فورما ايكونوميك دوبل XL، عنا زيدا كيف كيف لو جافيل ليكيد فيسيل. دونك هذوما لي برودوي مع شيف بليل. مع شيف نبيل عسلامه شيف. صحيح ما سافا شحالك انت؟ الحمد لله. ايوا كالعاده العظم موجود. وشنو هذه شيف شوكولا ولا براليني؟ براليني شنو نعملوا؟ كي نقولوا باتيسري فرونسيز باتا شو؟ شو؟ لي شو لي شو بانويحهم باريبريست روليجيوز اكلير اللي تحب انت. باهي احنا شوف شنعملوا اليوم. اليوم باش نعملوا كيما لي باريبريست معناها لا كريم براليني، مي باش نعملوهم لا فورم هكايا معناها كعبه نتاع شو. باهي دونك باش نسحقوا من عند ليبيدور بيان سور الفيرينا موجوده ديما هذيك ما تغيبش علينا في الباتيسري، وباش نستحقوا زاده لي برودوي من عند ديليس الحليب والزبده والكريم ليكيد وكل شيء. دونك هذوما لي برودوي اللي باش نستحقوهم. ما ننساوش بيان سور عندنا الفور نتاعنا اللي باش نحضروا فيه، دونك كو سوسوا لي روسيت سكري ولا سالي من عند بيولوكس، دونك ان فور انكاسترابل لهنا عندنا اون كولور سيلفر، وكيف كيف الفريجيدير نتاعنا زاده دونك موجودين معنا اليوم. نمشيو اكتمون اذا اللي باش نبدا معاك نبدا معايا انا. باه باه شيف بليل الله غالب باش نستغل، عندي برشا خدمه نستغل الفرصه لو ماكسيموم ولازمك تبدا معايا باش نعمل حاجه خفيفه. باش نبدا بالباتاشو. باه ماء 4 لتر ماء، 5 غرامات ملح و10 غرامات سكر و100 غرام زبده. نجيب لك الزبده. نجيب لي الزبده. شيف تستحق زبده كهو؟ زبده كهو بور لو مومون. داكوغ. باه باش نحضروا الباتاشو، الباتاشو 250 ماء والا حليب والا زوز مع بعضهم، مفيد 250 مليلتر، 5 غرامات ملح، 10 غرامات سكر و100 غرام زبده. هذوما نحطوهم يغليو، كي يغليو نزيدوهم 150 غرام فارينه.
هذه ليتاب الاولى نتاع الباتاشو. دونك غادي كحاتينا ديجا احنا الماء قداش زبده 100 غرام زبده 100 غرام وباش نزيدو من بعد 150 غرام فارينة وفي الاخر بالكل بعد ما تطيب وكل شيء وتشيح وقتها باش نزيدوها العظم 4 كعبات عظم توا باش نبدا قلت لك استغليت الفرصه للماكسيموم هذه باش نحطها هكا وتوا باش نحضر الكراكلان خاطر حاجتي به يبرد الكراكلان شنو هو نحطوه فوق الباتاشو نحطوه فوق الباتاشو بتجينا باتاشو مستويه باه هو ثلاثة حاجات فيه قد الزبدة قد السكر قد الفرينة شو نستحق 100 غرام زبدة واحدة أخرى لا خليت زبدة البرة أنا وريت خافة من حالي في الجدير خليت زبدة البرة آه. التمبيراتور أمبيانت شوية دونك الزبدة نسحقوها مش من الفريجيدير تمبيراتور أمبيانت باش دونك 100 غرام سكر سكر 100 غرام زبدة 100 غرام زبدة نقص غرام شوية هذوما 100 غرام زبدة سكر و100 غرام فارينة فارينة دونك ناخذوا الفارينة فارين باتيسيير ليبيدور باش نستحقوا 100 غرام للكراكلان وبطبيعتنا غادي كان عندنا 100 غرام زبدة ديريكتومون باش نحطوها كاملة فوالا هذيا من بعد ما زدت حاشي الفارينة للباتاشو ونزيدو 100 غرام زبدة دو بريفيرونس تكون ا تمبيراتور امبيانت فهمني باش نجمو نخدموها بالكدا بالكدا البات ما تسحقش راه ولا كذا لا حتى شي البات جوست باش نخدمها بداية توا باهي توا لو طون اللي ساي الماء غلا غلا باش نزيد 150 غرام فارينة نتاع الباتاشو باهي دونك 150 غرام فارينة واحنا عملناها قبل الباتاشو في الملاشيف برشا مرات سي بون مايسا غليت الماء والزبده والملح والسكر توا الفارينه اوغ دو فو بعيد عن النار ضربه واحده الفارينه ونحرك حتى تولي كي العصيده هنا مهم مش على النار وضربه واحده الفارينه ومن بعد حركها هكا تتلم ديريكتومون تتلم ديريكتومون ونمشي نحط نشيحها شويه على الغاز باه كهو بور لو مومون هذا باش نحضرها باش نخدموا هذاك بيدك باه اوكي خلينا نمشيو ديريكتومون مع شيف بليل هربت عليا اليوم هربت عليك اليوم شيف غليت فرصه على قاعده اليوم شيف نبيل قال لي يا هاني توا باش نقعد بحذاك باه مرحبا باش نبداو باش نبداو الاكثر حاجه تشد وقت اللي هي الكويس دو دانت باش يبقى في الفور ومعاه التروفات اللي هي الكراتان دو بوم دو تيغ زوز ياخذ وقت ومن بعد باش نحضروا السوب في ساعه تحضر واخر حاجه سلطه نجيب لك من الكويس دو دانت باش ناخذ الكويس نتاعنا باهي شوفوا كيفاش باش نفلحوها اييه نجرحوها ساعه قبل شويه هكا باش يدخل فيها لفيح بالكدا بالكدا اي كان ثم بارتي نتاع غريس نحيوها نخليو البو من برا هذاك باش يعطينا معناتها خاطر فيه الغريس دونك باش يخلي ديما اللحمه راويه ما تشيحش باه ومن بعد اللي اذا كان بعض تيب معناتها الكويس نجمو نحيوه باه
Mais voilà. طيب باش نصبوه على الكويس نتاعنا هكا. الشيف عندك الكيلا ماكسي هكا فورما ايكونوميك دوبل اكسل بلاسك تاع حاضر المارينات نتاعو ساي مشرشح بالقدا مفوحه بالقدا باش يزيد يشرب بالقدا الدجاج دو بريفيرونس كيما قال لنا الشيف نحضروا المارينات ونجموا نحطوا لي برودوي هذوما الكل اللي شفناهم واللفحات الكل لافي يقعدوا بالقدا بالقدا ياخذوا وقتهم ولو لوندما نجموا نطيبوها باه دونك الدجاجه مشات توا باش نتعداو للغراتان الغراتان باه بوندر طون انا الكراكلا احضر اجنتو بدايه فرينا والسكر والزبده حطينا في بابي كويسون بابي كويسون بالرولو باش نحلهم باش نحلهم دونك نطرحوه توا نطرحوه ونحطوه يتكنجل شويه باش نجمو من بعد نعملو نقصو دي ديسك لازمها تكون ليبيسور شويه ولا 3 ملم شويه من بعد باش تحل هي في الفور باه حط الكونجيلاتور لو طون اللي نكمل لا باتا شو نتاعنا باه باتا شو كيما شفنا شفنا ساي شيحت ترا نشوف التكستور نقصها كان باش نحطوا العظم باش نبدا نحط لها العظم الان باه دونك لهنا حطينا الكراكلان طرحناه بالقلقال 3 ملم الكراكلان وحطيناه في الكونجيلاتور وتوا باش نكملوا الباتا شو قداش نزيدوها 4 كعبات عظم بالكعبه 4 كعبات عظم ونقعدوا نخلطوا بشوي بشوي Entre temps, chef Bilal qassana la patate. Oui, chouya bsal. Ou chouya bsal, باش نحضروا الغراتان. احنا عملناها برشا مرات باتاشورا في بلا شيف. جست نفكروهم فيها وكهو. نفكروا فيها وكل مره هي نفس الباز اما كل مره نعملوا بها حاجه. في لا باتيسري فرونسيز الباتاشور كي تبدل الفورما تبدل الاسم. تنجم تكون نفس المطعم تعمل اكلير وشوكولا ولا غوليجيوز وشوكولا نفس المطعم اما الفورما برك مبدله الفورما كي تتبدل الاسم يتبدل الاسم يتبدل نخدموها حتى تولي ليس وبريونت والله باهي الفكره سهلة نفس البات حاجه بركه يعملوها وينجموا يعملوا بها بليزيور ديسير جوستومون هذاك الشيء يعملوا هما سانت اونوري غوليجيوز باري بريست برشا معناها كلهم بالباتاشو كلهم بالباتاشو وسهله اون بليس شيف صعيبه دونك نزيدوا بالعظمه بالعظمه ونقعدوا نخلطوا حتى لين العظام يدخل بالكدا بالكدا في الميلونج وتتولينا بلو ليكيد معناها. شيف دونك قصيت البطاطا دونك بوم دو تيغ قصيتها دي روندال قصينا زاده كيف كيف البصل. توا باش نحمروها بشويه زبده قدر 60 70 غرام هكاكا باش نسوتي البصل ومن بعد البطاطا. في البواله. اه. باهي. نسوتيو البصل والبطاطا مع بعضهم يعني كل شيء باش نخليوهم بعد لهنا معناتها حتى الكريم فريش وكل شيء باش نخليوه لهنا اخر حاجه نصبوا في الفورما نتاعنا الفورما نتاعنا وجست من بعد نزيد الكريم فريش باه معناتها طبعا باش نربح معناتها الوقت الوقت لطون طابت البطاطا تحمرت شويه باش نمشيو السوب نتاعنا عندنا شويه زبده ذي البذل اوكي دونك عندنا 50 غرام زبده رسك. نزيدو معاها زيت شويه زيت دونك نزيدو شويه ويل فيجيتال جديده ديما الزيت والزبده البريباراسيون نتاع السوب نبداو بهم نحطوهم مع بعضهم دونك شنو نعملو سوب دو لونتي شربت عدس باهي هكا توا مع الدنيا بارده شايف شربت عدس سوتيو شويه بصل هكا يا شيف سي نبيل سي قلت لك استغليت الفرصه من الاول ممكن تعرف اللي عندك حاجات اخرين هذاك علاش دونك سي باش تحط تويكا في شفنا التكستور تاع الباتاشو كيفاش ليس ليس و شاده روحها شويه تريا شويه ماشي يبسه ماهيش تريا ياس باهي
دونك نحطوا البات في البوش البوش وفما حاجه معينه في الدوي حتى الدوي كلير بالسنين هاتي الدوي فيه سنين باه باش عشينا من بعدك الفورم المزيانه من الفوق معناها باه توا البلاتو حاضر فيه بابي كويسون حاضر باش نصبوا كعبه الشو نصبهاش بلات نصبها واقفه شويه كعبه الشو تجينا عاليه معناها ما نعملهمش كبار راه يكبروا برشا في الفور راه سورتو بالكراكلا دونك شاملو كعبات موين باهي لا 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 كعبه تاع انديفيدويل هذا من بعد قوة يديات شايفة بعد قوة بريسيزيون قد قد باهي نخليك تكمل تحضرنا الكعبات شفنا الطريقة كيفاش وحطينا البصل دونك يتسوتا في الزيت والزبدة طيب باش نزيدوه العدس هذه كونتيتي مثلا نتاع 4 5 من الناس 300 350 غرام عدس نزيدو مثلا الخضرة شنو عندنا سفنارية مثلا سبناخ ولا اللي هو من الأول نحطوه ولا من بعد؟ كله مع بعض الكل مع بعض اوكي ثم اللي يخاف من العدس ما يتيبش لا ما ياخذش برشا وقت تسعة يحضر دونك يتقلى شوية هكا في البصل خليوها شوية دونك حطينا العدس يتقلى مع البصل في الزيت والزبده وكيف كيف عندنا البطاطا والبصل قاعدين يتقلاو للغراتان طبعا مش نزيدو مغرفه اقل شويه من ماكله انت جوست مغرفه ونص نتاع قهوه للشرب دونك هوني عندنا الدوبل كونسونتري دو طومات نتاع سيكام الدوبل كونسونتري اللي هو مصنوع من طومات فريش دونك لا كولور كيما نشوفوها حمراء حتى بعد ما تشيب تقعد الكولور هذيك حمراء ومطمطمه بالكدا وهوني شيف استعملش برشا استعمل مغرفه ابخي نتاع ماكله دونك باش تجينا مش حمراء برشا الشوربه فاصون لا كولور هي الي 100% ناتوريل ديجا اي اللي حط الكولور نتاعها مش يمشي برشا مع العدس مع العدس اورانج باهي نفوحو دونك نفوحو السوب دو لونتي شويه ملح شويه ملح شويه فلفل اكحل ومن بعد باش نمرقوها شايفة اي شيف نبيل هذا شنو هو هذا خرجنا الكراكلام الكونجيلاتور الكونجيلاتور اي او بورت بيس ولا بكيس ولا باي حاجه اي باش نقصوهم دور قد كعبه الشو تقريبا وباش نحطوهم فوق كعبه الشو كيما هكا بشو توا باش يدخلوا معاهم للفور معناها باهي توا باش ندخل مع الفور هكايا شفتها كيفاه؟ وخليت شويه باتاشو باش نعمل بيسات صغار صغار على الاخر لشنو هذا؟ توا من بعد نشوفوا شنو هو البيسات هذوما باهي خليت نورمالمون نعملهم في بلاتو وحدهم خاطر يتيبوا فيه ساعه ما ميسالش كعبات صغار نعسوا عليهم نكمل نحط الكراكلا باهي دونك باش نحطوا الكراكلا فوق كعبات الشو الكل ونحطوا في الفوق قداش حب لهم وقت؟ باش ياخذوا تقريبا 20 25 دقيقة في 180 درجة واش باش تعمل لهم الكعبات الصغار؟ الصغار هاكا من بعد نشوفوا باش ما نحطش برشا كريم باش نحطها في وسط كعبة الشو داك لا حبيت نقول باش تعمل لهم باش يقعدوا كيك باش يتيبوا معناها قبل ولا لا؟ يتيبوا باش يتيبوا قبل نحاول كان هكا نقسم بعد في الفور والا نخرجهم قبل. فاسون احنا الفور نتاعنا شايف الشالوف تورنونت دونك نورمالمون ما نخافوش عليهم ونقعدوا نعسوا عليهم دونك نخليو مشكلته شو انه مشكلته في الكويسون انه ماذا بينا الفور ما يتحلش حتى يتيب شو وتنوريك من بعد استوس كيفاش نخلي باب الفور محلول باش الفابور يخرج أتون نشوفوها مع بعضنا هذايا الكل من بعد نخليك تكمل تحط لنا كعبات الكراكلا نرجع مع شيف بلال دونك البوم دو تيغ سوتيت احنا حاجتنا بالكولور هذا تبدا دوري شويه معناها صحيح باهي
دونك داك علاه لازمنا نقلبوها ونحركوها ديما باش لي دو بارتي يبداو بيان دوري معناتها دومي كويسون هنا في البوالا وتكمل الباقي برشا وقت اذا كان مثلا الفور يبدا فيه برشا حاجات معناتها نطيبوا في ميم طون هذه تربحنا وقت وميم طون ديك البطاطا كي تتقلى مع الزبده والبصل تولي بارفيمي على الاخر دونك تزيد شويه جست احنا حشد هو الكراتان سينو هكا ولا هكا احنا نصمتوها البطاطا قبل شويه في الكراتان بون دو تير تنجم ما تصمتش كيما هي تخليها في خليها برشا نتاعها 160 وتيبحنا توا هي سيمي كويت معناتها جست من بعد باش نزيد توا نحطوا فيها برشا وقت توا باش نزيدوا شويه كريم فريش لهنا نعطيني شويه كريم فريش ميسا شيف الكريم لو شيف دونك باش نستحقوها في الغراتان هذايا شيف نبيل وين وصلت سي هاني كملت غسلت لك السباتول بال كيفاش يصير ليكيد دونك لي لا فيسيل خديت استعملت لونتي بكتيريان انت راضي هكا هاو هذاك ينحي 99.9% دي بكتيري دونك شيف كمل غسلنا السباتول باش يورينا كيفاش بالسباتول لاسيوس نتاع الفوق اي خاطر الباتاشو يلزم البلاصه منين تخرج الفابور لازم تكبر بالكدا كعب تشو داكوغ توا باش نحطها في الفور 180 degrés. Ottawa, qui est le four, je n'arrive pas à faire ça. نعرضوا المغرفة ونخليوها يتباكيك خليوها يتباكيك باهي استيوس هذول الناس الكل عندنا مغرفة لوح والفور نتاعنا دونك نجموا نعرضوا له المغرفة لهنا شاف حاطط لنا البو نتاع الكريم ليكيد طيب باش نزيدوا شوية ماء سخون أنا خليت هذا الماء حطيت يغلي باش نمرق به وميم طون باش نصمت فيه الشفريت والمقرونة ايه لا مش نربح القوم تاع الشفريت في وسط الماء تاع المقرونه ما عرفتش نصمتهم مع بعضهم تلفاسون حتى المقرونه تخرج فيها البارفان تاع الشفريت نجمو دونك باش نصمتوا المقرونه والشفريت مع بعضهم حطوا المقرونه الشفريت تاخذ برشا وقت ما عرفش نمدلك شايف الشفريت لا تعطيني شويه كريم فريش لشربه العدس او ميم طون الفرماج رابي تاع الكراتان باهي عندنا الشفريت كريم ليكيد لو شيف وعندنا لهنا الفرماج رابي للغراتان نخرجوها شويه على الغاز سهله برشا باش نزيدو زيد الفرماج هوني ولا باش نحطو من الفوق؟ لا باش نحطو شوية لهنا هكا نزيدو شوية من فوق من بعد ال باه نزينو بها هكا نزيد نجيبلك هو هكا بركة ديجا شايف شاهي على الاخر خذينا شوية ملح في الاكحل عاشي تفضل لي لا طيب مش ناخذ البلاتو نتاعنا باش نزيدوها حاجه شيف ولا كهو باش نزيدوها شويه فرماج من فوق الجراتيناج كهو باهي ضربه ضربه هذه شيف تعرفها ضربه ضربه للجوع ضربه ضربه لكل شيء دونك نزيدوها فرماج رابي فوندو سافور غرويير نتاع ديليس من الفوق باش يعملنا غراتيناج ومن بعد البلا هذا ينجم يجي بور اكومباني اي حاجه غرياد كيما احنا توا عملنا دايوغ الكويس شنو حوالها؟ هاكا مشخشه مازالت مازالت مازالت
I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts, over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through. شفت الكراكلا كيفاش تحل الغلاف على الكعبه الكل ويطلعوا الكل مستويين وتطلع اعلى الكعبه. En fait, القوه نتاعك هذيك كي نقول لك لو كوتي ايريغولي من الفوق هو الكراكلان يتحل ويغلف. جوستومون هي كعبه الشو ديما تيب ايريغولي معناها في المكثر الحالات ما تيبش مستويه. نحكي على الفوقان ياك احنا شو نعمل؟ ونحطوا الكراكلان هذاك باش ما تصيرش الكروت من الاول. وتخليها تطلع كابتشو تجي مستويه، من بعد تطلع مستويه كابتشو. داكا. سينو من غير كراكلان تطلع ديما معوشه. فهمتك. باهي. يحصرها معناها الكراكلان. يحسن لها المنظر نتاعها. يحسن لها المنظر نتاعها. وبالطبيعه هو سكر وزبده وفارينه. باش تعطيها حاجه بنينه وتقرمشها. والدوغي هذيك لا كولور دوغي. باهي نخلي مالا نستناو الحليب والطرف السكر غاديكا يسخنوا ومن بعد تزيد عليهم الميلونج هذاكا باش نكمل الكريم باتيسيير. شيف بليل السوق هيك قاعده تمشي. احنا مازلت لنا كاين السلاطه. السلاطه باهي خذينا شويه روكيت خليوها مقصوصه هكا خشينا شويه. كيف كيف اللي تو خلوا وقتهم زين باش نزينوا بها من بعد. طماطم. دونك السلطه باش تكون سلاد دو بات فيها شوفريت زاده كيف كيف. اذا كان عندنا طماط سيريز علاش لا؟ زين لنا برشا. فيهم برشا دي كولور معناتها فيهم لورونجي فيهم الاحمر هكا فيهم الاصفر. اي نجم نخليهم مكعب زاده. شويه زيت ونكحل. مالا السفنيريا شنو شايف باش تزيدها في السلاطه؟ احنا ما حكينا معناتها المنيو لازم يكون هكا متكامل شويه دونك باش نعملوا ياغوت فيشي اللي هي دي كاروت بوشين في الماء معناتها مصموطه باش نذوبوا لهم شويه زبده شويه بصل ونقصهم دي رونديل ونسوتيها في ال هذايا باش نحطوا مع الدجاج جارنيتور مع الدجاج. باهي اوكي دونك هوني باش ناخذوا سفنيريا باش نقصوها. سمطنيها هذه ديجا. اي. مي اكاها. مي شويه ملح كهو. شويه ملح. باهي. ميسانا لهنا سي الحليب.
غلاء نصب له الميلانج هذا اللي فيه السكر واصفر العظم ونشا ونخلطه حتى لين تعقد حتى لين نرجعوها تطيب على الغاز حتى لين تطيب الكريم باتيسير وتولي عقدها باه مساء كنت عم مزيق شويه زبده ما تستغربش على الاستعمال نتاع الزبده اليوم كثرت اليوم كملت الزبده اللي عندك مشيت ناخذينا الزبده من عند في الكوزين الفرنسيز ديما يستعملوا برشا اي سي فري حتى لي صوص يقول لك مونتيو بيغ معناتها الصوص حتى تبدا نورمال احنا ما نستحقوش هما يزيدوها الزبده في الاخر بالكل ويطلعوها بالفويت ريو سور دو جو ديجا الزبده يطلع الجو بالكدا بالكدا دونك شنو سوتي والسفنيريا خذينا كعبيت سفنيريا جوست سمطنيهم في الماء مع شويه ملح قصيناهم دي رونديل ماذا بينا خشين شويه بصل 50 غرام زبده وتو باش نسوتيوهم في الزبده يجيو بنين على الاخر تنجموا تزيدوهم بور اكومباني اي لحم دجاج اي بلا معناها ديجا واحد كيك الخضره معناها حاجه شايف صحيه بالكدا بالكدا رجعني باقي الزبده نتاعي تفضل ها 50 يزي لا نستحق 200 انا اما توا 50 غرام ومن بعد نكمل الباقي من بعد خلينا نشوف عندك ولا لا سينو خنقول لهم بربي الزبده اللي عندكم في ستوك الكل جيبوا هنا اليوم ديليس هذايا 100 ونستحقوا 50 اخرى يزيدونا زبده مال باهي مع السفنيريا زدنا باذنجان دونك اوبيرجين تعطينا هكا شويه كولور مزيان نفوحوا شويه ملح شايف انت زاده دورت الروبو زاده شو عملت؟ في المسلين حطيت لك كريم باتيسير بردت شويه وتو باش نكمل نحط لها الزبده ونحط الخليني باه كملت حطيت الزبده شايف؟ حطيت الزبده سي خدمت الكريم موسلين تو باش نحط البخليني شوف كيفاش الكريم شاده روحها هذايا بخليني البخليني هذايا حاضر خذيناه كيما نجمو نعملوه وحدنا ناخذوا البوفريوه وزيت نحمروها ونعملوا كراميل
تخلطوهم مع بعضهم خليهم يبردوا ومن بعد نرحيهم حتى تولي اون بات باه دونك هنا خذينا برالينين نوازيت باش نزيدوه للكريم للكريم نحط برشا ميسه ولا شوي على ما قد ما تحط على قد ما تجيب لينا انت قاعد لكان الدريساج توا دخلتوا المقرونه مع السلاد اللي حضرناها زيتون طماطم في الاخر بالكل نخليوها وحده ومن بعد ديريكتومون نخلطوها بالصوص كيف كيف السوب نتاعنا حضرت اللي يحب يخليها كيكه اللي يحب يرحيها زاد ينجم و ما نعرفش الغراتان والكويس دو داند وين وصلوا بريسك حضروا هذا الغراتان الغراتان غراتان بيان غراتيني هذا الكل من الفرماج نتاع ديليس فارش كيفاش هكا الكولور مبش نتاع والريحه نتاع الفرماج غروير مع مع ريحه البصل والكريم فريش كيفاش تابت بنا تكون كاملين بنا والكويس دو دانت سي بون قريب يا شيره الاخرى تبشطت ولا مازلت باش نتاكدوا 100% ان البطاطا طابت طابت جست هكا سكينه لا انا متاكده خاطر ديجا احنا سوتيناها معناها دونك شتار الكويسون ديجا حاضره نخليك شيف تحضر لنا الدريساج المزيان على كيفك نمشيو لهنا مع شيف نبيل ميسا توا هايلين لي شو طابوا طابت لي شو محلاها الكريم وسين حضرت حطها في البوش حطها شويه في الفنجدير بدا شدها روحها بالكدا بالكدا والباقي حط يعطي لي بالمغرفه والباقي اللي حب شفتك في شدها روحها الكريم والباقي ندوروا عليها بالمغرفه هذه خاطر مصوره ياسر بنينه بنينه على الاخر شفنا قداش اونكتور شيف بليل بدا يعمل في الدريساج من غادي سايي واحنا بدينا من هنا واحنا من هنا زيد كيف كيف دونك هذاك باش نخليوها يبرد شويه في جوست طون اللي كملت انا باه شيف بليل تعطيني كوتوسي تفضل ديجا حضرنا الدريساج نتاع السلايطه خلطناها بالمقرونه والسلاطه هذه السكينه ميرسي دونك باش نقص الشابو مش في الوسط يعني لا لا الشابو فوقاني شويه الفوق شويه اي الشابو نتاع كعبه الشو اي كيما هكا باش نقصهم الكل الشابو نتاعهم وهذوما الكعبات الصغرونين اللي عملتهم قبيله باش العبد اللي ما تحبش برشا كريم اي باش تبدا عاليه كعبه الشو ما تبداش كلها كريم نحطوا في وسطها باتاشو واللي يحب يعبيها بالبراليني يولي باتاشو من داخل البراليني معناها غابه بنينه برشا الحكايه هايله الفكره ولا نجم حتى نعملوها كراميل ونعبيوها بالكراميل هذيك. باه. نبداو ميسا. يعني كوغ سيربريز هذا كوغ فوندون سيربريز. كولون. كولون سيربريز زوز. شوف ميسا كيفاش خاطر تعبى برشا كريم هيا. شفت كيفاش نحط هذي. ما نستعملوش برشا كريم وباش العباد ما تبداش قوي عليها ياسر. وكيما قلت لك هذيك نجمو نعملوها كارني زاده. ومن بعد نحطوا الشابو هذيك من فوق نحطوا الشابو هكا من الفوق اوه ومن بعد شويه سكر نحاول من فوق صار بعده هيك ضربه اوه سيتخو غلاس هيلا كان عندنا قشور نتاع بوفريوه نحطوا قشور البوفريوه نزينوا بهم هكا ولا كعبه بوفريوه ولا شطاره كان نتاع بوفريوه
بيه انا جيتني فكره هاي هاكا شيف بليل سي بون ما يستحقش مساعده تبارك الله عليه قاعد يعمل في الدريساج وانا نحب نجرب اما شنو لا باش نلانسي بوب داكور هما يمشيو بوب وانا نجي نجرب معاك اوكي نمشيو مع بعضنا بيبليسيتي